يوم الأحد الفاتح من شهر رمضان الثاني للهجرة هو أول رمضان صامه المسلمون، وقيل إن فرض صيام رمضان كان يوم الاثنين الفاتح من شعبان في السنة الثانية للهجرة. في الأول من رمضان عام 20 للهجرة وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دخل الفتح الإسلامي مصر على يد القائد البطل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأصبحت مصر بلداً إسلامياً. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان عام 20 للهجرة حاصر عمرو بن العاص حصن بابليون بعد أن اكتسح في طريقه جنود الروم. في الفاتح من رمضان سنة 91 للهجرة نزل المسلمون بقيادة طريف بن مالك البربري إلى الشاطئ الجنوبي لبلاد الأندلس، غزوا بعض الثغور الجنوبية وبدأ فتح الأندلس، وكان موسى بن نصير قد بعث طريف بن مالك لاكتشاف الطريق لغزو الأندلس. في مثل هذا اليوم توفي الفيلسوف ابن سينا، وهو الحسين بن عبد الله شرف الملك، وكان أعظم علماء عصره في الطب والعلوم وأعظم الفلاسفة في العصور الوسطى، إذ كانت مؤلفاته تدرس في الجامعات الأوروبية، وكان اسم جده سينا ولذلك اشتهر باسم ابن سينا. لما بلغ 10 من عمره حفظ القرآن الكريم، وكان مطلعا على جميع المعارف المتوفرة في عصره. اتجه إلى دراسة الرياضيات والفقه والمنطق، ثم إلى دراسة الطب، وأخذ ابن سينا الطب عن عيسى بن يحيى أشهر أطباء زمانه، لكنه تعلم بنفسه وفاق أستاذه معرفة وشهرة. وعرف كطبيب حاذق قبل أن يبلغ 17 من عمره. من أشهر مؤلفاته القانون، الفصول، الأدوية العقلية، عيون الحكمة، الإشارات والتنبيهات والأنصاف. في مثل هذا اليوم من سنة 725 هجرياً هلا هلال شهر رمضان على مسلمي غرناطة في غمرة احتفالاتهم بالانتصارات على الأسبان، ونكبت مملكة كاستيلا أو قشتالة عام 720 للهجرة النبوية الشريفة بوفاة الملكة ماريا دومولينا جدة الملك القاصر ألفونسو الحادي عشر والوصية على العرش، فأدت وفاتها إلى قيام منازعات داخلية بين أمراء قشتالة حول الوصاية على العرش، فانتهز سلطان غرناطة أبو الوليد إسماعيل الأول هذه الفرصة واستولى على بعض المدن القشتالية مثل بسطة وأشكور، حيث استعمل الغرناطيون المدفع لأول مرة في تاريخ الأندلس. في الأول من رمضان سنة 1286 هجرياً ولد شكيب أرسلان أمير البيان، أحد دعاة الوحدة العربية وأول من دعا إلى إنشاء جامعة عربية، وهو من أبرز رواد الإصلاح وزعماء التحرر الوطني ضد الاستعمار، وصاحب أكبر عدد من المقالات والرسائل والأحاديث، ومؤلف الحلل السندوسية وتاريخ غزوات العرب. في اليوم الأول من شهر رمضان سنة 1425 هجرياً شهد العالم استشهاد 110 فلسطينيين من بينهم 30 طفلاً وإصابة ما يزيد عن 400 فلسطيني، نصفهم من الأطفال،
خلال عملية اجتياح واسعة لشمال قطاع غزة استمرت 17 يوماً، وسمتها إسرائيل أيام الندم.